التجربة ديالي في هذا ديال السياقة، جربت صراحة النظاظر الأولين جاوني في شكل ديال فاش كتكون شارب الدواء كتبان لك الرؤية واضحة وعشية ولكن كتهرب على الطريق. فاش جربت النظاظر الثانيين ديال لافاتيك جاوني الرؤية ما واضحاش بزاف وغادي وكتخرج على الطريق بزاف. فاش جربت ديال السكر حتى هي صراحة في شكل شي شوية، المهم حاولت أنني نواظب على الطريق وجبتها لاصقة شوية ولكن كتحس براسك كيدوخ واحد شويه. رأي ديالك بخصوص هاد التجربه؟ رأي ديالي صراحه شي حاجه اللي هي زوينه باش انه نوعيو الدراري باش ما يمشيوش لذاك الشيء وفهمتي، و كنتمنى يديروا لنا بحال هكا مره في العام ولا في الشهر. سؤال اخر بخصوص المعرض ديالك. هذا المعرض ديال الامن صراحه زوين، عجبني هاد السيكوريتي كلشي هادشي دايرين لنا على حساب الوطن ديالنا وكلشي و الله الوطن المالك. فيما يخص الإقبال، فاش؟ الإقبال إقبال ديال اش؟ إقبال ديال الناس ديال تكادير على حساب هاد المعرض. كنشوفو بأن هاد الدورة بالضبط يعني كاين واحد الإقبال كبير من طرف ساكنة تكادير. رأيي ديال بخصوص هاد الموضوع، يعني شتي جماعة الحرب تاع بانوا لي هنايا بزاف ديال الناس، يعني جاو يشوفوا الامن ديالنا وداك الشيء تبارك الله كاين بزاف ديال بنان. شفتي العروض؟ العروض مازال يلاه نمشي ندوز لهم واحد شويه ان شاء الله. بالنسبه للاروقه، الاروقه ديال اش؟ ديال الامن. اروقه شفت هذوك ديال التدخل السريع، شفت الاسلحه محطوطين تماك، شفت القناصين، المهم شحال من حاجه زوينه كاينه تبارك الله. الاسم ديالي احمد منصف، كنسكن في مدينه اكادير. كنبغي نشكر الامن الوطني على الدوره اللي داروا في مدينه اكادير ولاول مره، ولقات الاقبال على ساكنه اكادير بزاف تبارك الله، لانه كاينين عروض تبارك الله اللي مفيده وكاينه الاستفاده. بالنسبه لهذا العرض اللي درنا دابا ديال الفرق ما بين الا كنتي شارب الدواء ولا كنتي عيان ولا كنتي في حاله سكر، كتشوف الفرق بالنسبه للحركه ديالك والا كنتي صايم. كنبغي نشكر كل شيء وصافي. معك هيثم روداني. هذا المعرض داز في هذه الدوره بمدينه اكادير باحسن صبغه، اروقه زوينه، المهم فهمنا شحال من حاجه. التجربه التاليه اللي شفنا هو النظر ديالك على في البلون على ثلاثه ديال الحوايج، الا كنتي شارب الدواء ولا الا كنتي سكران، وبلون الاخر سميتو بلون الاخر شنو العيا. المهم التجربه زوينه وفاش كتكون سكران غتكون داخل نيت داخل بعقلك. وكنشكر الناس اللي نظموا هادشي وشكرا جزيلا لكم.